أعتقد إن أنتوا هتتقبلوا المنظر اللي أنا طالع بيه. أولا الجو حر، ثانيا بعد الحلقة دي إحنا بقينا أهل، مش محتاج إن أنا يعني خلاص الرسميات اللي ما بيننا هتتلغي بعد الحلقة دي. حرفيا حلقة من قوة الأسئلة اللي فيها حكت لكم قصة حياتي، قصة حياتي كده وأنا قاعد في نص ساعة. أهلا بيكم في حلقة الأسئلة العظيمة. الحلقة دي تقريبا كده هتكون واحدة من أكتر الحلقات المقربة لقلبي جدا، وده لاني بحب النوع من الحلقات اللي احنا بنتكلم فيه كأصدقاء وكأهل، بحس كده ان احنا أسرة واحدة. فأعتقد ان الحلقة دي هتكون واحدة من أعظم الحلقات اللي موجودة في القناة، خصوصا ان الأسئلة اللي موجودة في الحلقة هي فعلا أسئلة عظيمة. طبعا اللي ما يعرفش فكرة الحلقة، فأنا طلبت منكم على حسابي على الانستجرام ان انتوا تسألوني أي سؤال يخطر على بالكم، وطلبت منكم ان الأسئلة تكون قوية عشان الحلقة تكون قوية، وبالفعل هو ده اللي حصل. في حلقة النهاردة هجاوب على كل أسئلتكم المريبة جدا والغريبة. فلو انت مستمتع يا صديقي بالنوع ده من الحلقات وحسيت ان انت اتبسطت من الحلقة او استفدت منها حاجة، وركز على كلمة استفدت منها حاجة لان محضر لكم حلقة قوية جدا، فاضغط على زرار اللايك وحاول انت تنشر المقطع مع اصدقائك في كل مكان. يعني ممكن تكون دي حاجة هتعرفني ان انت بالفعل استمتعت بالنوع ده من الفيديوهات، وان انت بس ما بتتفرجش عليا عشان قصص الرعب، فدي حاجة هتفرحني جدا. فما تنساش ان انت تنشر الفيديو ده في كل مكان، عشان لو شفت تفاعل عليه هفرح، يعني هحس ان جمهوري فعلا بيتفرج عليه عشان هو بيحبني، مش عشان انا بقدم له قصص مثيرة ومرعبة والكلام ده. فخلينا نقول بسم الله فلنبدأ. مارو مارو وانت فين؟ مارو مارو انت اختفيت؟ مارو مارو وانت جيت؟ مارو مارو انت اتخبيت؟ عشان فاهم مش حافظ، خايف اني انسى، بحرق في المشهد كاني نهايه المسلسل. عرض القفا هو مستك مرموس، يعني مستا منع كل الكومنتات زي ميدو على الانستا. السؤال الاول من صديقتنا ايه، وبتقول كيف كان مشوارك مع السوشيال ميديا، وسؤال تاني ازاي اكون انسانه ناجحه. خليني كده في البدايه احكي لك قصه قصيره جدا عن شخص انا اعرفه شخصيا، وممكن القصه دي تكون مفيده ليكي جدا وللمتابعين كذلك. في يوم من الايام كان في شخص على وشك التخرج من الجامعه. في السنوات الاولى من حياته كان شخص مشاغب جدا، كان بيكره الدراسه والالتزام، وكل هدفه في الحياه ان هو يخرج ويلعب ويسافر. الشخص ده في يوم من الايام وصل لمرحله كده في حياته حس فيها بالمسؤوليه، حس ان هو بيواجه مصيره، وفعلا الحاجات اللي هو ضيعها زمان قاعد وبيندم عليها دلوقتي. اصبح شخص مسؤول وعنده التزامات ممكن تكون اكبر من سنه، وكان قدام الشخص ده طريقين. الطريق الاول وهو الطريق الاصعب، وهو انه يشتغل ويجيب فلوس عشان يقدر يسد كل حاجاته والتزاماته. اما الطريق الثاني فكان الطريق الاسهل، وهو ان الشخص ده يستمر في الغياب عن الواقع ويعمل كل حاجة هو عايز يعملها. عايز بقى يخرج مع فلان يخرج، عايز يقعد على القهوة، عايز يتمشى، عايز يعمل اي حاجة غلط، المهم ان هو عايش حياته ومبسوط وزي ما هو عايز وبمزاجه. بالنسبة للطريق الاول وهو طريق الشغل، فكان طريق صعب جدا عليه، لان الشخص ده ببساطة كان مهتم جدا بمظهره، وبيكره الشمس، وبيكره الخروج في الشارع، وما بيحبش ابدا يشتغل عند حد. لكنه في مرحلة معينة في حياته بدأ يشوف الناس ويتعرف عليهم، وعرف اشخاص بالفعل انجح منه. الناس دي لما كان بيشوفها في البداية كان بيحس بغيرة شديدة جدا، كان دايما بيقول لنفسه هو انا ليه مش ناجح زي الناس دي؟ هما الناس دول احسن مني في ايه؟ عشان هو يبقى ناجح وانا ابقى فاشل. فقرر الشاب ده اخيرا ان هو يسترجل ويعتمد على نفسه ويشتغل اول شغلانه في حياته. هو صحيح شايف ان الشغل عند الناس اهانه كبيره، ولكن قال لنفسه الشغل مش عيب ولازم ينزل ويجرب في الحياه. اول شغلانه اشتغلها الشاب ده كانت في النقاشه، ولو ما تعرفش يعني ايه النقاشه، فالنقاشه دي هو طلاء الحوائط، يعني بيمسك فرشه وبيدهن الحيطه. بعد فتره طويله من الشغل بدا الشاب يحس ان ده مش طموحه، مش هو ده الحلم اللي بيجري وراه، ومش هو ده هدفه من الحياة ولا الحاجة اللي مستمتع وهو بيعملها. لحد ما في يوم من الأيام لقى بالصدفة شغلانة ممكن تجيب له فلوس أكتر، لكن الشغلانة كان فيها تعب مش طبيعي. والشغلانة دي ببساطة كانت في مخزن بيبسي كبير، كل اللي عليه إن هو يعمله الشاب ده إن هو هيدخل المخزن ويبدأ يرتب الحاجات الصناديق الكبيرة اللي موجودة في المخزن لوحده. كان المخزن حرفيا ضخم جدا، والشاب ده كان شغله من الساعة 7 الصبح وبيروح بالليل على النوم على طول. كان بيرجع مرهق جدا من الشغل وبيعمل مجهود مش طبيعي. اللي كان بيعمله الشاب ده في المخزن كان حرفيا محتاج آلات ضخمة عشان تعمله، يعني دلوقتي في نوع معين من العربيات بينقل الحاجات دي من مكانها، الشاب ده كان بينقل كل حاجة على ايده،
وكان مجبر ان هو يخلص شغله قبل ما يمشي، ده غير ان صاحب الشغل ما كانش بيأكله ولا بيشربه. ففي يوم من الايام اضطر الشاب ده ان هو يخرج ويدور في الشارع على اي حاجة ياكلها، يعني لو لقى قدامه كده سندوتش مرمي في جنب كان عادي ممكن يمد ايده وياكله بكل بساطة، وده لانه ما كانش عامل حسابه طبعا ان صاحب الشغل مش هيأكله في اول يوم، واتحط في موقف بشع جدا. بالفعل الشاب ده يا صديقي راح وكان في مصنع جنبهم، وكان المصنع ده مصنع حلويات، وكان رامي بواقي اكل كده في مكان ما هو الزبالة، ولكن هو مكان مش نظيف شوية، فاضطر الشاب ان هو ياكل منها لانه خلاص كان هيموت من الجوع. المهم بعد ما الشاب مر بكمية الظروف الصعبة دي قرر ان هو يسيب الشغلانة اللي كان شغالها ويروح يشتغل شغلانة جديدة ويعيش تجربة جديدة. الشغلانة اللي هو اشتغلها كانت في متجر دراجات، المتجر كان صغير نوعا ما ولكن الشغل كان مسؤولية، والتجارة كانت حاجة ممتعة جدا. نفس الشاب يا صديقي اللي قلت لك عليه واللي اشتغل في كل الشغلانات الصعبة اللي فاتت يشتغل في اكتر حاجة ممتعة اشتغل فيها في حياته، وهو ببساطة الشغل في السياحة. سافر الشاب ده المكان بعيد جدا عن بيته بحوالي اكتر من 12 ساعة سفر، اشتغل في المكان ده لمدة طويلة جدا ما شافش فيها اهله، كأنه حرفيا مسافر في غربة برا مصر. لكن الشاب ده لما رجع اصبح ان هو قدامه مسؤوليات كتير، مسؤولياته بتكبر كل يوم لان الشاب بيكبر ومصاريفه بتكتر، فالفلوس اللي كان بيجمعها من الشغل كان بيضطر ان هو يصرفها تاني، وهقول لك كمان شوية كان بيصرفها على ايه. بعد ما رجع الشاب ده من الشغل في السياحة رجع واشتغل في براند امريكي بيعمل وافل وكيكس وايس كريم وحاجات زي كده، وكانت برضه شغلانه ممتعه نوعا ما، ولكن التجربه اللي خرج بيها من كل الحاجات دي كانت تجارب عظيمه بالفعل. كل الظروف الصعبه اللي مر بيها الشاب ده في حياته واللي انا حكيتها لك دلوقتي خلقت منه شخصيه قويه جدا، خلته شخص قوي قادر ان هو يواجه اي مشكله في حياته، ولو حطيته في اي مكان بعون الله بيسد فيه بكل كفاءة. وهي دي يا صديق الحياة اللي فعلا ممكن تصنع راجل ناجح. المهم ان كل الكلام اللي انا بقوله ده والقصة لسه ما بدأتش، لان الاثارة الحقيقية في اللي هيعمله الشاب ده في السنين اللي جاية من حياته، وما تقلقش يا صديقي في النهاية هتعرف انا قاعد بتكلم عن مين. وسط كل الاعمال الشاقة اللي انا حكيتها لك دلوقتي يا صديقي، لان الشاب ده كان بياخد الفلوس اللي بيجيبها من شغله وبيروح ياخد بها كورسات دايما بيطور من نفسه، فبدأ ان هو ياخد كورسات في الفلسفة وعلم النفس عشان يقدر يتكلم مع الجمهور ويعرف ازاي يحلل الشخصيات. بعد كده راح مبنى الاذاعة والتلفزيون في مسبيرو وخد عدد كبير جدا من الكورسات، اتعلم حاجات كتير عن الاذاعة والتلفزيون والفويس اوفر. بعد كده اشتغل في الصحافة ومنها يشتغل في الاذاعة والتلفزيون، وبعد كده اشتغل مراسل تلفزيوني، وبعد كل الخبرة والتجارب اللي مر بيها اصبح بيدي محاضرات في جامعته للطلاب اللي اصغر منه واللي اكبر منه بالسن، يعني كان في ناس دكاترة بيقعدوا قدامه حرفيا وكان بيشرح لهم ويفهمهم يعني ايه تقرير. الشاب اللي كان من سنين كان بيشتغل في مخزن وكان بياكل اكل من ممكن نقول من الزبالة اصبح دلوقتي في الجامعة بيدوا كورسات لناس حرفيا دكاترة، وده طبعا ما كانش بالسهل ابدا، ده كان بعد تجارب كتير وسفر ومرمطة وحاجات كتير قوي كان بيعملها في حياته عشان يوصل للمستوى ده، منها كورسات كتير جدا خدها بفلوسه وحاجات كتير ممكن لو قعدت احكيها للسنه الجايه مش هتتخيل مدى التعب اللي فيها. واحد من اهم الكورسات بصراحه اللي اثرت فيه كان كورس اعداد القاده والتنميه البشريه اللي خلته يتكلم قدام الناس لاول مره، كان مرتبك جدا وما كانش قادر يقف على رجله ولكن قدر ان هو يتكلم والكل كان بيسقف له. بعد كل التجارب اللي انا قلتها لك دي كان الشاب ده برضه لسه عنده هدف ما وصلوش، حب الشاب ده في يوم من الايام ان هو يثبت نفسه في جامعته قبل ما يتخرج، وفي السنه الرابعه من الجامعه عمل حاجه عظيمه جدا. الشاب ده كان عنده هدف يا صديقي وهو انه يمثل جامعته في مسابقه ابداع على مستوى الجمهوريه، كان هدف صعب جدا بالنسبه ليه لانه محتاج امكانيات ماديه ضخمه جدا عشان يعمل الحاجه دي. بعد كل الحاجات اللي انا حكيتها لك دي يا صديقي الشاب اشتغل في شغلانات كتير تانية، زي مثلا انه اشتغل فويس اوفر، زي مثلا انه كان جرافيك ديزاينر، زي انه اشتغل فريلانسر لوقت طويل جدا، وكان بيقدر ان هو يعمل مبالغ ضئيله وهو قاعد في البيت، حقيقي ما كانتش مبالغ كبيره لكن يعني كانت بتمشي الدنيا. والاخر سنه للشاب ده في الجامعه وبعد معاناه كبيره جدا، كان عند الشاب ده هدف صغير كده نفسه يوصل له، وهو انه يطلع الاول على جامعته ويمثل جامعته في مسابقه ابداع جمهوريه، ودي يا صديقي مسابقه بتتعمل على مستوى الجمهوريه وكانت بتطلع على التلفزيون وناس كتير جدا كانت بتشوفها وبتتفاعل معاها، وكانت المسابقه دي بتتعمل كل سنه بين الجامعات وعدد كبير جدا من الناس بتشارك فيها، وحرفيا اللي بيصعد باسم جامعته بيكون شرف عظيم ليه. لكن الشاب ده كان مصر ان هو يطلع باسم جامعته قدام كل كليات مصر. كانت صناعه التقرير صعبه جدا، فبالرغم من ان هو دارس كل القواعد وعارف ازاي يعمل تقرير ناجح الا انه ما كانش عنده الامكانيات اللي تاهله ان يعمل الكلام ده، يعني مثلا كان محتاج كاميرا احترافيه يصور بيها، ومحتاج لابتوب كده محترم يعمل عليه مونتاج، محتاج ترايبوت ومحتاج شويه مايكات، محتاج ادوات كتير جدا بمبالغ ماليه عاليه جدا، وللاسف الشديد الشاب ده ما كانش معاه فلوس تجيب اي حاجه من الحاجات دي. بس الشاب ده في خلال رحلته كان مجمع مبلغ صغير من المال وفكر يشتري اول حاجه،
وكانت الكاميرا، الكاميرا حرفيا كانت على قد المبلغ بالظبط اللي هو محوشه، كانت كاميرا مستعملة واشتراها من صديق لي في الجامعة. كان محتار جدا ازاي يكمل المبلغ الباقي ويجيب فلوس منين، وعايز يشتري كاميرا وترايبوت ومايك ومفيش قدامه غير بس اسبوع واحد، اسبوع يا صديقي على مسابقة ابداع على مستوى الجامعات، ولازم التقرير بتاعه يكون موجود في الجامعة عشان لجنة التحكيم تشوفه وتقرر هل فعلا الشخص ده هيمثل جامعته في ابداع ولا التقرير بتاعه هيكون تعبان ومش هيقدر ان هو يشارك. هنا قرروا الاهل للمرة الاولى ان هم يدخلوا واشتروا للشخص ده لابتوب مستعمل، وكان عبارة عن لابتوب تجميع من الخارج يدوب كان بيشغل برنامج المونتاج، لكنه على كل حال حاجة تسد وتمشي الحال لحد ما نشوف هنعمل ايه. كان الشخص ده بيمتلك صديق غالي جدا على قلبه، والشخص ده كان جاي له مايك جديد من دبي وما كانش فتحه، فقرر ان هو يدي لصديقه عشان يشتغل بيه، وصديقه خد منه المايك وفضل فعلا يشتغل بيه فترة طويلة جدا وعمره ما هينسى الجميل ده في حياته. وباقي يا صديقي يوم واحد على مسابقة ابداع ولسه صاحبنا ما عملش اي حاجة في التقرير. هنا قرر صاحبنا ان هو ياخد المايك واللابتوب والكاميرا على كتفه وينزل في الشارع. نزل في الشارع وحرفيا كان بيجري زي اللهبل في كل مكان، بيتنقل ما بين الجوامع وما بين المستشفيات عايز يدور على اي فكرة تقرير يعملها بسرعة. التقرير ده بيكون عبارة عن 3 دقايق بتقول فيهم مشكلة معينة بطريقة معينة، الموضوع ليه قواعد وأسس لازم تمشي عليها بالحرف الواحد، ولازم تكون بتتكلم باللغة العربية الفصحى، لازم تكون لغتك سليمة، ولازم يكون في فواصل بين كل حاجة وحاجة، وحاجات كتير كده معقدة مش لازم نتكلم فيها. المهم ان صاحبنا نزل الشارع وبالفعل بدأ يدور على فكرة. كان مطلوب منه ان هو يعمل تقرير في يوم واحد، في حين ان زملائه اللي داخلين معاه نفس المسابقة مأجرين الكاميرات وشغالين على التقرير بقالهم يجي اكتر من 6 شهور. فهل تعتقد ان الشخص ده ممكن في يوم واحد يعمل اللي هما ما قدروش يعملوه في 6 شهور كاملين؟ بالفعل يا صديقي نزل الشارع وهو ماشي في شارع قديم كده ووسط احباط شديد، لقى سجارة مرمية على الارض وجنبها حقنة، والحقنة دي كان فيها دم، فبدأ ان هو يبص للحقنة، وهنا جات له فكرة التقرير. قرر ان فكرة التقرير تكون عن الادمان، وبالفعل بدأ ان هو يجري في كل مكان يدور على شخص مدمن يعمل معاه لقاء، ودور على دكتور عشان يقول له حاجات عن الادمان، وكان دكتور جامعي وساعده جدا في الموضوع ده. بعد كده بدأ يدور على شيخ عشان يعرف الرأي الديني، وبعد كده بدأ ان هو يشتغل على المونتاج، وبالفعل قدر ان هو يعمل التقرير. في خلال 24 ساعة فقط كان التقرير جاهز، ولكن الشاب ما كانش ينام اطلاقا لمدة 2 يومين كاملين. فضل قاعد قدام الجامعة من الفجر مستني البوابات تفتح، واول ما بوابة الجامعة فتحت كان اول واحد واقف قدام المكان اللي هيتقدم في التقرير. قدم التقرير بتاعه اللي عمله في خلال 24 ساعة فقط. لجنة التحكيم بدأت تعرض التقرير وحرفيا انبهرت منه. طريق قد يؤدي بك إلى الهلاك، ولكن قد تنجو منه إن كنت من هؤلاء. الإدمان. بعد ما لجنة التحكيم شافت كل التقارير اللي متقدمة وبدأت إن هي تقيمها، قررت أخيرا واختارت مين اللي هيمثل الجامعة في مسابقة إبداع عشان الشخص ده التقرير بتاعه أخيرا ياخد المركز الأول وفعلا يمثل جامعته في مسابقة إبداع على مستوى الجمهورية، ويقف قدام مسرح كبير جدا وقدام جمهور ولجنة تحكيم عظيمة، ويبقى حقق أول هدف من أهدافه في الحياة. وأخيرا جه اليوم اللي كان بيستناه طول الوقت، اليوم اللي هيقف فيه على المسرح ويعرض التقرير. وخليني دلوقتي يا صديقي أوريك جزء لصديقنا ده وهو واقف على المسرح وهو بيعرض تقريره، ويا ترى كان ايه راي لجنه التحكيم في التقرير اللي هو عمله. عمار انت دمك خفيف، يعني حاسه في التقرير ان انت عندك روح تانية غير الجد اللي احنا شفناها في التقرير دي، صح؟ الكلمه دي دايما بتتقال، صح يعني كده عنده يعني شخصيه تانية كمان غير اللي ظهرت. التقرير طبعا فكرته ممتازه، لانه احنا طبعا دي مشكله للاسف الشديد بنعاني منها يعني في مجتمعنا، فلما بنلاقي تسليط ضوء عليها بنشجع، خصوصا لما تبقى بصوت شاب، يعني اللي هي الفئة للأسف يعني بتبقى يعني معرضة للمحنة الفظيعة دي هي وأسرتها المخدرات. انت عندك حس إخراجي كويس جدا، هو أكتر شيء ظهر في التقرير ده أكتر من الصوت ومن الأداء ومن أي حاجة. عندك حس إخراجي، عندك كمان اتجاه للفيلم التسجيلي بالمناسبة،
واضح جدا في التقرير، ممتاز وعندك حماس قوي باين في التقرير، عندك ضيوف كويسين خدموا الفكرة كويس قوي. عجبني الفكر الديني برضو اتجاه المخدرات، مش بس الطبي أو العلاجي، وفكرة ان احنا بدأنا بالمتعافى، فكرة الأمل. بحييك، دمك خفيف، روحك خفيفة، وأدائك يعني أداء حيوي كده، فيه إحساس. وهاخد من كلام أستاذة ريهام فكرة الحس التسجيلي ده موجود عندك، ونصيحتي ليك اشتغل عليه، لأنه الكادرات من أول التقرير، إحنا مش أمام تقرير بناء تقليدي عادي، فكرة الكادرات والحركة والجزء التمثيلي فيه، فأنت عينك بتعرف تلقط التفصيلة دي، فاشتغل على نفسك في الحتة دي، لأنه بشكل من الأشكال حتى التطوير في التقارير دلوقتي، إنما بيتش عمل تقرير ببناءه التقليدي المعتاد، إن أنا أبتدي بفويس أوفر بعدين أروح ساوند بايت وأرجع والحاجات اللي احنا عارفينها. وأنا حاولت أجمع يعني التقرير بشكل جديد اللي هو فيتشر، يعني هو أقرب إلى الفيتشر، تحس أنت بتفرج على كده، بس هو بالفعل بناءه بناء تقرير وكل حاجة فيه تمام، مفيش مشكلة في البناء خالص. فهي فكرة اللمسة التسجيلية دي ممكن تشتغل عليها فيما بعد. الحس التسجيلي عندك متميز جدا، اشتغل عليه الفترة اللي جاية، هتقدم فيها حاجات كتيرة، لغة متميزة. بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله كده مشروع اعلامي ومراسل يكسر الدنيا. شكرا. شكرا. بعد كل المعاناة والألم اللي مر بيها الشخص ده في حياته، قدرت المواقف ان هي تخلق لنا شخص ناجح وقوي، شخص قادر ان هو يتغلب على اي حاجة مهما كانت قوتها، شخص مهما كانت الايام صعبة عليه قادر ان هو يتحملها، وقادر ان هو يسابر لانه مر بالاصعب. شخص ده كل حاجة حلوة ومرة في الحياة، فعارف قد ايه المر طعمه مر، وقد ايه الحلو ممكن يخليه مبسوط وفعلا طعمه حلو، ولكنه واثق ومتأكد انك عشان توصل للحلو ده لازم تمشي طريق طويل جدا، واللي بيقع في النص عمره ما بيوصل. وبعد ما صديقنا اشترى المعدات ودخل مسابقة ابداع جمهورية وحقق حلم كبير من هدفه واصبح شخص ناجح جدا، وكمان خد مركز اول على جامعته وكل دكاترة جامعته اصبحوا اصدقائه وبيتكلموا عنه في المحاضرات، قرر الشخص ده ان هو يسلك طريق مختلف تماما ويبدأ فعلا يشتغل على حلمه. بالرغم من انه كان شغال فويس اوفر قوي جدا وكان عنده شغل في الصحافة، الا انه قرر يدخل مجال اليوتيوب. والسبب يا صديقي كان حلمه اللي قلت لك عليه من البداية، وان هو نفسه من الاساس يبقى مقدم برامج ناجح، فمنساش حلمه وقرر ان هو يفضل ماشي وراه. وبعد مرور سنتين من المعاناة والالم والعذاب، يقدر الشخص ده فعلا ان هو يحقق حلم جميل جدا كان بيحلم بيه من سنين، ويبقى عنده اعظم وافخم وافضل متابعين في العالم، بقى عنده اصدقاء حقيقيين، بقى عنده ناس بيحبهم جدا ومتعلق بيهم بدرجة لا توصف، بقى عنده اخوات وناس فعلا فعلا لو قاعد يتكلم عنهم للسنة الجاية مش هيقدر ان هو يديهم حقهم. الشخص ده دلوقتي يا صديقي هو بكل فخر واعتزاز هو مارو. انا يا صديقي الشخص اللي قاعد قدامك دلوقتي، مفيش حاجة في الحياة جت بالسهل ابدا، وكل حاجة بوصلها في حياتي فعلا دفعت تمنها. ممكن ما كنتش تتخيل ابدا ان انا احكي القصة دي في يوم من الايام، وانا حقيقي ما كنتش ناوي احكيها في يوم من الايام، ولكن حسيت كده ان انا لو حكيت القصة دي انتوا هتستفادوا منها، ويمكن تفهموا قد ايه فعلا الحياة ما بتديش حاجة ببلاش، وان فعلا عشان تبقى شخص ناجح لازم تتعب جامد جدا جدا جدا. فالحمد لله عوض ربنا كان كبير، وهو انتم اجمل واعظم ناس حبيتها في حياتي، والناس اللي فعلا كل يوم وانا بصلي بشكر ربنا على النعمة الكبيرة دي، وان هو اداني ناس فعلا بتحبني وناس بتقدر كل حاجة بعملها، فبتهيالي مفيش اجمل من النهاية دي في الحياة كلها. فلو هنجاوب على السؤال اللي اتسأل في البداية وهو يا مارو ازاي اكون شخص ناجح، فالنجاح يا صديقي هو تحمل فترات طويلة جدا من التعب، والشخص الناجح هو اللي بيقدر دايما يوصل للنهاية، بالرغم من ان النجاح ملوش نهاية ولازم تفضل تسابر، واللي افضل من النجاح انك تستمر عليه. فالنجاح مش هو البداية، بل ان الاستمرار هو بداية النجاح الحقيقي. فلما تلاقي نفسك قادر ان انت تعمل نفس الحاجة وتوصل لنتائج افضل، فانت كده قول على نفسك شخص ناجح. السؤال اللي بعده هو سؤال جميل جدا، شو بتسوي عشان ترفع هرمون الحماس عندك؟ هرمون الحماس يا صديقي بيرتفع تلقائيا لما يكون شغلك هو شغفك، فانت للأسف بالشخص كسول ابدا،
بل انك تعمل ما لا تحب. لما تقرر انك تحط مجهود في اي حاجة، حاول انك تحط مجهودك في المكان الصحيح، لانك لو حطيت المجهود في المكان الغلط فهتحس بكسل شديد جدا، وعمرك ما هتكون متحمس في الحياة طول ما انت بتعمل حاجة بعيدة عن حلمك وهدفك. يعني شعورك بالملل وعدم الحماس هو دليل قوي جدا انك بتعمل حاجة انت بالفعل ما بتحبهاش ومش راضي عنها، حتى لو كانت الحاجة دي يا صديق المذاكرة. ايوه، حتى لو كانت الحاجة دي المذاكرة. في شخصيات عظيمة كتير جدا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه عملوا نجاحات رهيبة جدا بدون ما يكملوا تعليمهم، زي مثلا صديقنا بيل جيتس، واحد من اغنى الاغنياء في العالم، اللي قرر ان هو يسيب الجامعة بتاعته ويروح يأسس شركة برمجيات هو وصديقه. وقال بيل جيتس حرفيا: يا صديقي، ان الجامعة ما هي الا مضيعة للوقت، حاجة كده بتروح تقعد تضيع وقتك فيها سنة كاملة، وبعد كده تذاكر اسبوعين وتروح تمتحن وتنجح. ولو فكرت في الموضوع هتلاقيه منطقي جدا، لان هو ده اللي بيحصل. ولكن انت ممكن طبعا لو حابب تنجح تستغل فترة الجامعة والدراسة في انك تطور من نفسك وشخصيتك وتستثمر فيهم. السؤال اللي بعده بيقول: بتحب المتابعين ولا الفلوس اللي بيجيبوها المتابعين؟ للأسف الشديد يا صديقي او يا صديقتي، اليوتيوب ما بقاش منصة ربحية زي الاول، يعني ما بقتش تقدر تطلع فلوس كتير من اليوتيوب على الفيديوهات زي ما كنت بتعمل زمان. دلوقتي يدوب دخل اليوتيوب حرفيا يأكلك ويشربك ويصرف على المعدات اللي انت بتشتغل بيها، وممكن احيانا ما يكفيش لو انت احتياجاتك كتير وبتصرف كتير. طيب دلوقتي لو قررت ان انا استثمر المبلغ اللي انا محوشه في حياتي واروح افتح بيه مشروع ضخم مثلا، المشروع اللي انا هفتحه يا صديقي هيجيب لي حرفيا 5 أضعاف الفلوس اللي ممكن اخدها من اليوتيوب. مجرد تركيز وشغل وتخطيط على مشروعي الخاص هيعيشني ملك احسن من مليون يوتيوب. لكن اللي مخليني مكمل لحد دلوقتي في اليوتيوب وما فكرتش ان انا اركز في حاجه بره اليوتيوب، هو ان انا حرفيا متعلق بيكم ومتعلق بالمحتوى اللي انا بقدمه، وفعلا ببقى مبسوط كده وحاسس ان انا بتكلم مع اخواتي او اصدقائي وانا قاعد بتكلم مع الكاميرا. فده شعور مش اي حد هيحسه غيري، ومحدش هيفهم الكلام ده غيري، لان انا الوحيد اللي عارف معنى كلمه القعده قدام الكاميرا وان انا اتكلم معاكم حاجة عظيمة وكبيرة قد ايه. فصعب يا صديقي تفهم انا جوايا ايه، ولكن لو كنت عايز الجواب على سؤالك هل انت مكمل عشان الفلوس ولا مكمل عشان انت بتحب المتابعين، فالفلوس بالنسبة لي ملهاش اي قيمة طالما انتوا مش موجودين في الحياة. الفلوس واحدة من اهم الوسائل اللي بتخليك تعمل حاجات كتير في حياتك، ولكن انا موافق جدا يبقى عندي فلوس قليلة مقابل عدد كبير جدا من الناس اللي بتحبني زيكم، احسن ما يكون عندي فلوس كتير جدا بدون وجودكم. واتمنى يا صديقي ان فعلا كلامي يوصل لك وتفهمه. السؤال اللي بعده هو سؤال هيخلينا كده نتكلم عن ناس كان نفسي اتكلم عنهم من زمان. بيقولك في قنوات كتيرة بتقلدك وبتاخد افكار فيديوهاتك وحتى كمان طريقتك في الكلام، هل انت واخد بالك من الموضوع ده؟ وهل هو فعلا بيضايقك ولا لا؟ انا عايز اقول ان انا واخد بالي جدا 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 من الناس دي، وحرفيا الناس دي بتاخد المحتوى بتاعي وبتنقله بكل ما فيه في قناتهم. يعني عايز اقول حتى طريقة الكلام العفوية او الاخطاء او الحاجات اللي انا بقولها بعفوية عشان اهزر معاكم سرقوها وحطوها في المحتوى بتاعهم. يعني حرفيا بيمثلوا ان هما بالفعل بيحبوكم وبيتعاملوا معاكم بنفس الطريقة اللي انا بتعامل بيها معاكم بالحرف. يا اخي ده حتى التفاعل في الكومنتات اللي ما كانش في اي يوتيوبر بيعمله بدأوا يتفاعلوا معاكم في الكومنتات زي بالظبط. الموضوع ده يا صديقي مقزز جدا، وزي ما في قنوات طلعت بسرعة جدا ونجحت بافكاري وفيديوهاتي وبطريقة كلامي حتى خلفية النار اللي ورايا، القنوات دي برضو يا صديقي نفسها قصير جدا وهتقع بنفس السرعة اللي طلعت بيها. انا ما عنديش اي مشكلة خالص انك تاخد مني فكرة معينة وتضيف لمستك الابداعية فيها، ولا نجاحك هيقلل من نجاحي في اي حاجة، واتمنى للكل كل الخير والتوفيق. يعني انا مثلا احيانا بيعجبني افكار موجودة عند ناس معينة، فببدأ ان انا اشوف الفكرة دي واحاول ان انا اطور منها واعمل حاجة شبهها. ما اخدش نفس الفكرة بنفس العنوان بنفس كل حاجة موجودة في الفيديو واروح احطها في القناة عندي، ممكن نقتبس من بعض الافكار، ولكن يكون عندك اسلوب ويكون عندك شخصية على الاقل. يعني خليني دلوقتي يا صديقي اكشف لك السر اللي بيخلي القنوات دي بالفعل تنجح وتكبر بسرعة، وازاي بيجيبوا مشاهدات عالية جدا يمكن اكتر من صاحب الفكرة نفسه. الشخص الحرامي ده يا صديقي بكل بساطة بيدخل على فيديوهات اليوتيوبرز الناجحين كلهم ويبدأ يجيب اعلى فيديوهات جايبة نسبة مشاهدة، ويشوف اكتر فيديو فيهم فعلا شد الناس وجاب نسبة مشاهدة، ياخده بالحرف من قناته بالعنوان بالصورة المصغرة بطريقة الكلام بكل حاجة موجودة عنده، ويقوم حاطط الفيديو عنده في القناة. وطبعا هو ضامن ومتأكد ان الفيديو ده جايب نسبة مشاهدة عالية وان هو هينجح بنسبة 100%. فبكده يا صديقي بتكون نسب المشاهدات عنده على الفيديوهات عالية جدا، لانه حرفيا واخد الفيديو هو ضامن نسبة نجاحه. اما اليوتيوبر المسكين اللي قاعد بيعاني عشان يجيب فكرة جديدة، فتلاقي المشاهدات عنده ضعيفة شوية لانه بيعمل فكرة وممكن الفكرة دي تعجب الناس والفكرة التانية ما تعجبش الناس. اما هو في الجهة التانية عمال يسرق المواضيع اللي بالفعل نجحت والناس جربتها، فبكده بيضمن نجاح الفيديوهات بتاعته وان الفيديوهات بتاعته بالفعل تفضل جايبة نسب مشاهدة عالية.
وعشان هو مخه محدود وتفكيره غبي جدا فبيعتقد ان ده نجاح. هو يا صديقي نجاح مؤقت، ولكن في النهاية بينتصر الشخص اللي عنده محتوى اصلي واللي بيعرف فعلا يختار مواضيع قوية وينفذها بطريقته الابداعية، لان اليوتيوب بكل بساطة هو منصة ابداعية مش منصة عشان يعيش فيها الحرامية. واخد بالك انت يا حرامي؟ ما تنساش تعمل فيديو اسئلة قريب عشان تعرف متابعينك على نفسك. حاول ان انت تاخد بعض الاسئلة اللي انا جاوبت عليها وبرضو جاوب عنها عندك، يعني يعني خد اقولك على حاجة، اعمل داونلود للفيديو بتاع الاسئلة بتاعي وخده حطه عندك في ولا اقولك استنى شوفه هيجيب مشاهدات عالية ولا لا، لو جاب مشاهدات عالية خده حطه عندك في القناة. يلا يا عم. النوع القذر ده من الاشخاص يا صديقي انا ما بحبهمش ابدا ولا بحترمهم ولا بطيء اصلا ان انا اشوف الفيديوهات بتاعتهم موجودة على منصة اليوتيوب. في نوع تاني من الناس يا صديقي، ودول الناس اللي انا واحد منهم، وهو ان انا ممكن اخش بكل بساطة في اي قناة وتعجبني فكرة فيديو فاخدها واعمل زيها، ولكن فكرة الفيديو ما بتكونش كوبي بيست، لازم اضيف لبسيتي الابداعية ويكون ليها وجهة نظر في الموضوع اللي انا بقوله، واعرف ان انا اضيف عليه واخلي الناس فعلا تحترم المجهود اللي انا بقدمه، وما كنش طبعا شخص حرامي حقير بياخد الافكار ويقدمها وخلاص للناس. انا بحترم جدا النوع الاول من الناس واللي عنده فعلا لمسة ابداعية، وبحتقر جدا جدا اي حرامي محتوى على اليوتيوب. السؤال اللي بعده بيقول، هل الخلفيه اللي وراك حقيقيه ولا جرين سكرين؟ طبعا يا صديقي اللي ورايا ده السيت اب بتاعي فعلا، يعني ده المكتب بتاعي اهو، وده البي سي بتاعي، ودي الاضاءه، وده درع اليوتيوب، فلا مش جرين سكرين ولا حاجه. حتى في علبه بلح هنا لو ممكن تكون انت شايفها، أو ممكن تكون مش شايفها، او ما اجيب لك. المهم ان هو مش جرين سكرين. السؤال اللي بعده بيقول، اريد ان اسالك سؤال، هل انت ولد؟ الاحصائيات قدامكم ونشوف مع بعض. مصر، بعدها العراق، بعدها المملكة العربية السعودية، وبعدها الجزائر، وبعدها المغرب. طبعا كل الدول على راسي، وفي دول كتير جدا بتتابعني، وكلكم في القلب والله. السؤال اللي بعده بيقول، انت قلت انك مجرد ناقل للخبر، بس ايه رأيك في حوار الكبير تبع الماسونية؟ خلونا متفقين ان دي اغبى حلقة عملتها في التاريخ. الحلقة دي يا صديقي لو حكيت لك قصتها فانت ممكن تضحك عليها شوية، ولكن خليني احكيها لك. بصوا هو القطط صحيت فمش هفصل بقى واروح اصحيهم واروح انيمهم، فخلينا نكمل. فكرة الحلقة بكل بساطة يا صديقي ان انا كنت بتفرج على واحد بالصدفة كان بيتكلم عن الماسونية وازاي الماسونية مسيطرة على العالم، وفي يوم كده لقيته بيتكلم عن مسلسل الكبير، فبصراحة انا اتأثرت جدا بالفكر الغبي ده وحسيت ان كلامه ممكن يعني يكون في بعض المنطقية، فقررت ان انا اخد الفكرة واتكلم عنها. بدات ان انا احلل المسلسل وان انا اتفرج عليه واتابعه بالفعل واشوف هل فعلا في رموز ماسونيه ولا لا. لاحظت ان المسلسل فيه بعض الحركات الغريبه، يمكن انا كنت متاثر وقتها بالكلام بتاعه فكنت شايف ده، وقلت طبعا ان كل دي مجرد نظريات وان انا مش مقتنع بيها تماما، فيمكن دي اغبى حلقه عملتها في حياتي وانا معترف جدا بده. وعايز اقول لكم كمان ان دي اول حلقه في حياتي يجي لي هجوم عليها من ناس طبعا مش متابعين القناه، ولكن بداوا يهاجموني لانهم شايفين كلام غريب بيتقال. ناس قالت لي انت بتهبد، ناس قالت لي انت بتحاول تعمل اي حلقه وخلاص، وبصراحه ما كانش عندهم حق، لان انا كنت بطرح الموضوع بقول وجهه نظر شخص تاني، ما كنتش بتكلم عن نفسي ولا انا كنت مقتنع، ولكن هيتكلموا مع مين؟ مفيش قدامهم غيري. فانا اضطريت في النهايه ان انا اقفل الكومنتات، وبعد ما قفلت الكومنتات قلت لا، ايه الهبل اللي انا عملته ده، فروحت حذف الحلقه، ودي تعتبر اول حلقه حرفيا احذفها من القناه، واول حلقه حرفيا اندم ان انا عملتها. فانا بعتذر لكم جدا عن الحلقه دي، وشكرا ان انتم تفهمتوا الوضع، وان في ناس فعلا فضلت بتحبني وناس فضلت بتحب المحتوى اللي انا بقدمه، بالرغم من اني احيانا بغلط، واوقات كتير جدا بغلط، وانا معترف ان انا انسان وطبيعي جدا ان انا اغلط وانتم تصححوا لي، فشكرا لكم ان انتم مستحملين كل الحاجات الجميله دي. السؤال اللي بعده هو سؤال مهم جدا، يعني سؤال مصيري، وهو هو 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 انت هو انت هو انت
هو انت مينان، هو انت مينان. للأسف للأسف الشديد كلامه طبعا صح، انا فعلا مينان، وكنت مخبي عليكم طول الفترة دي ان انا مينان. يعني كنت بقول لو قلت لكم ان انا مينان هقولها ازاي، مكنتش عارف اقول لكم ازاي انا مينان، بس انا بالفعل مينان. وانا اسف جدا ان انا مينان وان انا ما كنتش بقول لكم، واتمنى ان انتوا تسامحوني ان انا مينان. انا مينان فعلا يا جماعة. حد يقول لحد وانت مينان؟ السؤال اللي بعده، مين اكتر كيان بتحبه في كيانات منظمة SCP؟ ولو كان في امكانك انك تختار قوة كيان فهتختار الكيان مين؟ اكتر حاجة بتستفزنا حرفيا هي الناس اللي بتتكلم عن منظمة SCP وكأنها منظمة حقيقية. انا طول عمري بقول لكم ان المنظمة دي مجرد قصص خيالية للمتعة فقط. المنظمة فعلا بالفعل موجودة، ولكن الكيانات اللي احنا بنتكلم عنها بتكون مجرد قصص كريبي باستا طلعت على الكيانات اللي موجودة في المنظمة واللي احنا بالفعل ما نعرفش عنها حاجة، لان بقول لكم منظمة سرية. فالكيانات اللي احنا بنتكلم عنها اكيد مش هقعد وانا نايم بالليل مثلا اقول يا لو الكيان SCP-475 اتجوز الكيانة SCP-466 فهيبقى عندنا، ما بعملش كده، ما بفكرش، ما فيش كيان بحبه ولا حاجة. انا اصلا بتكلم عن الفيديو بتاع المنظمة وبنام واصحى ما بفتكرش انا اتكلمت عن ايه. ولكن طبعا الناس اللي بتحاول ان هي تاخد الموضوع على محمل الجد وان الكيان SCP-425 سيحتل العالم، طبعا ده هبل. وانا بقول لكم دايما ان ده للمتعة عشان المصداقية. فانا في الفترة الاخيرة طبعا ما بكلمش عن منظمة SCP بسبب انها منظمة خيالية، ولكن لانكم بتحبوا النوع ده من القصص فبضطر ان انا من وقت للتاني اتكلم عنه. ولكن ما تخليش حد يضحك عليك، منظمة SCP منظمة خيالية. الكيانات اللي احنا بنتكلم عنها هي مجرد كيانات بنتكلم عنها من اجل المتعة فقط. السؤال اللي بعده بيقول، عمرك قريت كتاب وندمت او اتأذيت منه؟ يا الله، اكتر رواية قرأتها في حياتي وكانت فعلا رواية بشعة جدا هي رواية جورج اورويل 1984 اعتقد. دي كانت واحدة من الروايات اللي انا لما قرأتها حسيت ان انا اتجننت ومريت بفترات صعبة جدا، وحسيت بشعور غريب كده او صدمة دخلت في حياتي، يعني خلتني عملت حاجات في حياتي مستحيل كنت اتخيل ان انا اعملها. مش حابب ان انا اتكلم عن التجربة دي ولا عن النوع ده، ولكن الكتاب ده حرفيا هو كتاب شيطاني. بعد ما بتقرأه بتبقى حاجة من الاتنين، يا اما مجنون يا اما ملحد يا اما شخص كده مش مصدق اي حاجة موجودة حواليك. لو قرأته هتبقى مبسوط وهتستفاد منه، ولكن لو كان فكرك لسه مش ناضج وانا قرأته في سن صغير بالمناسبة، ممكن فعلا الكتاب ده يكون مؤذي جدا بالنسبة لي. وبس كده يا صديقي، خلصنا حلقة الاسئلة بتاعتنا النهاردة. اتمنى ان انت كنت قاعد مستمتع معنا بالجو الجميل اللي انا عملته، واتمنى ان انا اكون قدمت لكم الاجابات بالشكل اللي يليق بيكم. ما تنساش لو وصلت معي للنهاية فقولي مارو وصلت معك للنهاية. متحمس جدا اعرف هل انت وصلتوا معي فعلا لنهاية الحلقة، ولا الكلام اللي انا قلته ما كانش مهم بالنسبة ليكم وخرجتوا كده من اول 10 دقائق او 5 دقائق. انا حاسس جدا ان الحلقة طويلة وان انا طولت في التصوير. هحاول على قد ما اقدر في المونتاج ان انا اقصر لكم وقت الحلقة، يمكن تزهقوا مني، الله اعلم. على كل حال لو وصلت للنهاية فما تنساش ان انت تنشر الحلقة دي في كل مكان. تنساش تضغط لايك للفيديو لان اللايك بتاعك بيساعد جدا وبيعرفني ان انت فعلا كنت مستمتع. تنساش تشترك في القناة لاننا خلاص داخلين على المليون. واسف جدا للناس اللي انا ما قدرتش اجاوب على اسئلتها، فالاسئلة كانت عميقة جدا وخدت مننا وقت، كمان اسئلتكم ما شاء الله كانت كتيرة جدا. لو حابين ان انا اعمل جزء تاني فعرفوني ده تحت في الكومنتات. في النهاية خد بالك من نفسك، توحشوني جدا ويوحشني الفضفضة معاكم لحد ما نعمل جزء تاني من حلقة الأسئلة. خد بالك من نفسك وخليك في أمان لحد ما أشوفك على خير في مقطع جديد. والسلام.